لتعليقي على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث والأكاديمي المختص بشؤون المياه والأنهار الدكتور هيثم الخزعلي. دكتور هيثم بداية مرحبا بك. إلى ما ترجع ظاهرة زيادة زيادة نسبة الملوحة أو تركيز الملوحة في شط العرب ارتفعت لأعلى مستوى لها بحسب التقارير الدولية، ما الأسباب؟ ابتداء مرحبا بكم وبقناتكم الكريمة ومستمعيكم الكرام. أهلا بك. طبعا ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب هو بسبب قلة مناسيب أو المياه أو كميات المياه المطلقة من قبل تركيا وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، أدى إلى دخول مياه الخليج العربي إلى شط العرب وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة في هذه المياه مما يهدد الثروة الزراعية هناك وأدى إلى نفوق العديد من الكائنات البحرية والثروة السمكية في داخل شط العرب. فالموضوع مرتبط بأزمة المياه في العراق هو الذي أدى إلى زيادة نسبة الملوحة في شط العرب. طيب من يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ طبعا ابتداء قلنا أن نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا، ولكن المسؤولية الأولى تقع على الحكومة العراقية التي لم تتخذ أي إجراء من أجل معالجة أزمة المياه. منذ 10 سنين أو أكثر تركيا تقوم ببناء مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يتضمن 22 سدا، وعند اكتمال بناء سد أليسو ضمن هذا المشروع فإنه سوف يقوم بتقليل حصة العراق من الإطلاقات المائية من 21 مليار إلى 9.5 مليار، وهذا سيؤدي إلى جفاف 675 هكتار من الأراضي الزراعية العراقية وجفاف العديد من الأنهر الفرعية وحدوث مشاكل ونقص المحاصيل الزراعية. حتى هذا اليوم قامت محافظة واسط بمنع زراعة 8 محاصيل تحتاج إلى كميات من المياه، وهذه المحاصيل بعضها محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة وهي مهمة للشأن العراقي، إضافة إلى أن قلة المياه أدت إلى تغير في المناخ وارتفاع درجات الحرارة. اليوم درجة الحرارة في البصرة 68 درجة حرارية، ظهرت العديد من الأمراض التي أصابت المحاصيل منها صدأ القمح واللفحة النارية وغيرها. أعتقد أن أزمة المياه هو خطر استراتيجي حقيقي يهدد العراق بشكل عام، ولكن هناك تضليل من قبل المؤسسات الحكومية للشعب العراقي بادعائها بأن موضوع سد أليسو لن يؤثر على المياه. هذا أمر غريب. تنخفض المياه إلى 45%. هذا أمر غريب أن لا تتعاطى الحكومة في العراق مع هذا الأمر بجدية، يعني وإن مضى على هذا الأمر سنين، يعني حتى في القانون الدولي يعني يعطي دول المنبع الأحقية في بناء السدود، مع ذلك هناك اتفاقات للدول المتشاطئة الحكومة لم تفعلها، لم تسعى إلى ذلك. هناك تهديد كامل حسب التقارير الدولية للعراق بحيث أن الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية أصبحت فعلا يعني دخلت مرحلة الخطر. من وجهة نظرك يعني هذه الآثار على الزراعة مستقبلا، على الثروة السمكية، كيف ستكون شكلها على المواطن العراقي الذي يعاني أساسا بانهيار بالبنى التحتية وعدم وجود خدمات؟ طبعا الحقيقة أنه ما يصدر من تصريحات وتعليقات من المسؤولين العراقيين حول أزمة المياه هو ينم عن شيئين لا ثالث لهما. الأول هو التواطؤ مع تركيا كي تكون ورقة المياه يعني ورقة ضغط بأن تركيا تؤثر بها على القرار السياسي العراقي، والأمر الثاني هو جهل المسؤولين العراقيين بهذه المشكلة، بحيث بعض التصريحات تتحدث طلبة المواطنين أن يعملوا خزانات في المنازل. نحن نتحدث عن انخفاض نسبة المياه إلى 45%،
لمدة 3 سنوات، وهذا لا يمكن أي خزان في أي بيت أن يوفر هذه الكمية من المياه. لم تقم الحكومة بخطوات جدية بناء سدود وخزانات، وعلى الأقل استيراد معامل تحلية لتوفير مياه الشرب واستثمار ما تبقى من المياه في الزراعة. ومع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة وشبكات التقطيع ممكن أن نسد جزء من هذا النقص الحاصل في أزمة المياه. الدولة كأنما ليس بها رجال دولة، المجموع منشغل بنتائج الانتخابات النيابية، الكل يعمل لطائفته ولحزبه ولكتلته، لا أحد له اهتمام بمشاكل العراق الأساسية التي تهدد العراق بشكل عام. الكل يبحث عن مصالح فئوية، وأعتقد أن الجميع سوف يغرق في هذه المشكلة ما لم يتم معالجتها. كانت هناك حلول لمخططين استراتيجيين عراقيين اقترحوا مد قناة من الخليج العربي إلى بحر النجف، وهذه القناة يتم نصب معامل تحلية على بحر النجف وتوفير كميات من المياه إلى المحافظات العراقية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخطوة ببناء موانئ في عدد من المحافظات الجنوبية، وممكن استثمارها في فتح قنوات، يعني مد قنوات جافة عبر سكك حديد من بحر النجف باتجاه البحر المتوسط أو باتجاه البحر الأحمر عبر الأردن، وتفعيل مشاريع تجارية كبيرة. الواقع أن المسؤولين العراقيين بعيدين عن موضوع التفكير بمستقبل العراق الاستراتيجي، هم إلى الآن منشغلون بموضوع الانتخابات ونتائج الانتخابات. وأعتقد أن البلد مقبل على كارثة فيما لو قامت تركيا ببناء سد أليسو. شكرا لك. شكرا بملء سد أليسو. نعم، شكرا لك دكتور هيثم الخزعلي، الباحث والأكاديمي المختص بشؤون المياه والأنهار.